سؤال بسيط، ما المانع من أن يأتي شخص بتمثال لبوذا ويطلب منه رزق، يطلب منه نفع، يطلب منه شفاء أو ما شابه ذلك؟ سؤال بجد، ما المانع؟ عند الأشعرية ليس عند أتباع الأنبياء. يا قوم اتبعوا المرسلين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الأشعري يسأل سؤالا ويجيب. هل يجوز طلب المدد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ مدد يا رسول الله. الفاعل الحقيقي في كل هذا الكون هو الله. الفاعل الحقيقي في كل هذا الكون هو الله؟ متأكد؟ يعني هو الفاعل. المسلمون نحن نقول الله هو الخالق لكل شيء في الكون. في فرق بين خالق وفاعل، شيء خلقه الله غير شيء فعله الله، في فرق كبير. متأكد أنت تقول خالق؟ عفوا، متأكد أنت تقول الفاعل الحقيقي لكل شيء؟ لا أحد يخفض ولا يرفع ولا يقبض ولا يبسط ولا يمد ولا يقطع ولا يمنع ولا ينفع ولا يعافي ولا إلا الله. والفاعل من الناس لفعل على المجاز يجوز نسبة الفعل إليه. يعني الله هو الفاعل الحقيقي، أما من الناس فعله مجازي، يعني كل أفعالنا نحن البشر على سبيل المجاز تنسب إلينا، لكن الذي فعلها حقيقة هو الله. طبعا أعوذ بالله، والآن أنا لا أتكلم عن الله، أتكلم عن من يتكلم عنه هذا الإنسان الذي نسب إليه فعل كل شيء. هو يتكلم عن من سماه الله، لكن الله سبحانه وتعالى ليس فاعل كل شيء في عقيدة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فالسؤال، لو أن رجلا زنى، من الفاعل الحقيقي لهذا الزنا؟ أتباع الأنبياء نحن نقول هو الفاعل الحقيقي لهذا الزنا. الأستاذ هنا يقول ما سمعتم. السرقة، في شيء شر من الزنا والسرقة. الكافر الذي واحد جاب تمثال لبوذا وسجد له، من الفاعل الحقيقي للسجود لبوذا؟ هذا ماذا يقول؟ الفاعل الحقيقي الذي سجد لبوذا من هو؟ الإنسان الذي سجد لبوذا ينسب له السجود مجازا، لكن حقيقة من الذي عبد بوذا؟ ربه، رب هذا المتكلم هو الذي فعل عبادة بوذا حقيقة. والذي عبد البقرة في الهند، من الذي عبدها حقيقة؟ الفاعل الحقيقي هو الذي يتكلم عنه ذلك الرجل. طبعا أكيد الله سبحانه وتعالى الذي نعتقد ليس هو الفاعل الحقيقي لهذه الأشياء، لكن هو يقول كل الأفعال. شوف، الفاعل الحقيقي في كل هذا الكون هو الله. ما في فاعل حقيقي إلا الله. فعبادة بوذا، عبادة حتى لو إنسان عبد يعني أجلكم الله أي شيء، صرصور ولا كذا، الفاعل الحقيقي نعوذ بالله أن نقول الله، لكن بالنسبة لهذا هكذا. طيب، ماذا يريد أن يصل من خلال هذه المعلومة العظيمة التي أعطانا إياها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. مين النافع؟ الله. بس النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المجاز قال أنت بتقدر تنفعني وأنا بنفعك، بس هو هي الله الحقيقة. الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر النفع بقدره سبحانه وتعالى، لكن الذي مارس هذا النفع، الذي مارسه، الذي فعله، الفاعل من هو؟ والله في ببالي مثال لكن خايف يقتطعوه ويقولوا شوفوا محمد بن شمس الدين كيف يقول، لكن لابد من مثال مثل هذا حتى يتبين الأمر. لو قال شخص لشخص تعال امسح أجلكم الله الحذاء مثلا وكذا، فمسح حذاءه، نفعه أم لا؟ نفعه. ما الذي قدر هذا النفع وما الذي أذن به وكذا؟ الله أكيد، هو مقدر كل شيء وهو خالق كل شيء وهو الذي يأذن بكل شيء يجري في الكون. من الممارس؟ من الذي فعل مسح الحذاء هذا؟ من الذي مسح الحذاء؟ هذا النفع، من الذي فعله؟ عنده ينسبها تعالى الله عن ما يقول، أما عندنا الذي فعل لا، هو الإنسان هذا الذي نفع أخاه بقدر الله وبتوفيق الله. قال الله تعالى في قرآنه الكريم عن سيدنا موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. مين المغيث حقيقة؟ الله. طيب، وموسى قتله، قتل الرجل، من القاتل الحقيقي؟ موسى عليه الصلاة والسلام. طبعا هو وكزه، ما أراد قتله لكن قتل. وموسى في يوم القيامة سيقول قتلت نفسا، ولا يقول الله هو الذي فعل، لا، موسى الذي فعل وكله بقدر الله. طيب، موسى أغاث عليه الصلاة والسلام، وهذا بقدر الله أكيد. بس هو هذاك الرجل قال له لسيدنا موسى أغثني، سيدنا موسى أغاثه ما قال له أنت مشرك. هو الآن
يغالط مغالطة رجل القش. نحن عندما نتكلم عن الاستغاثة نتكلم عن الاستغاثة التي هي الدعاء غير الله، ما نتكلم عن الاستغاثة أنت واقع مثلا في حفرة وتقول فلان أغثني أنقذني ليرفعك مثلا، ما يتكلم عن هذا. عرفت؟ في فرق بين الاستغاثة التي هي دعاء غير الله وهي شرك، وبين واحد تعال ساعدني مثلا، في فرق بين المسألتين. عندما خلطت بينهما فأنت تغالط مغالطة رجل القش، وهذا لا يفعله إنسان يحترم كلامه. طيب، فهو استغاثه على المجاز وإلا الحقيقة المغيث الله. فأنا أن أقول مدد يا رسول الله، هل يجوز؟ الجواب نعم على المجاز. طيب، إذا نريد منك طالما أن الموضوع مجاز تأتي بتمثال بوذا أمام الناس لتكون هذه يعني ليكون هذا مثال عملي. أمام الناس تأتي بتمثال بوذا وتدعوه على سبيل المجاز، تقول يا بوذا وتدعوه يفعل لك أمورا، يرزقك يعني يشفيك كذا، وتقول هذا كله مجاز، وطالما أنه جائز في المجاز فتفعله أمام الناس، هل تجرؤ عليها؟ تمثال بدك غير بوذا، بدك تجيب تمثال هبل، ما في مشكلة. لكن لماذا كان الذين يدعون هبل على سبيل المجاز لماذا سماهم الله سبحانه وتعالى مشركين؟ لماذا ما قال الله سبحانه وتعالى هذا مجاز؟ لأنهم يعني جماعة منهم كانوا يعتقدون بالله سبحانه وتعالى، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، وفي البحر عندما يكونوا في البحر وكذا في ضيق يدعون الله مخلصين له الدين، لكن إذا نجاهم إلى البر يشركون. أنتم تدعون إلى نفس الذي كان يفعلونه، نفس الشيء، لكن أنتم أتيتم بما تقولون عنه مجاز لكي تبيحوا باسمه ما كان يفعل أسلافكم. وإلا لو كانت المسألة مجاز أي وثن من الأوثان يجوز على زعمك، على لأن الفاعل حقيقي كما تقول، على زعمك أي وثن يأتي الإنسان ويدعوه من دون الله يسجد له على سبيل المجاز. يا رجل أنت تخرج عن العقل وعن الفطرة وعن الدين، في أحد يأتي ويدعو أحدا من دون الله ويقول لا هو مجاز، أنا قصدي الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل؟ في أحد يفعلها؟ في أحد عاقل يتصورها؟ الذي سألك بنفسه لو أنه كان يدعو بالمدد، يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمده، لو كان هو يدعو الله سبحانه وتعالى ويقول محمد على سبيل المجاز لما احتاج أن يسأل. وأساسا هل هذا يجوز في سبيل المجاز؟ وهذه يترتب عليها أشياء أخرى، طالما أنه العبادة، طبعا الدعاء عبادة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، الدعاء هو العبادة، فهذه العبادة طالما جاز لنا أن نوجهها لرسول الله صلى الله عليه وسلم من دون الله مجازا كما تزعم، فالصلاة أيضا، فالصلاة إذا صلى الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل المجاز فعند ذلك يجوز أن يصلي له كما يجوز أن يدعوه، ويجوز أن يفعل أي عبادة لأي مخلوق على سبيل المجاز. هذا ما له علاقة بالمجاز أساسا. في شيء اسمه تدعو الله، في دعاء لغير الله، في دعاء لله وفي دعاء لغير الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الشرك، وأن يطهرنا وأن يطهر معتقداتنا، وأن يبين للناس حالكم، وأن يهديكم، أن يهديكم إلى الحق. هذا والحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يصنعون.